بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد لتعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالي غي كومبخوندر. إذا طبعا كنا قد انتهينا مع هذا الصوت، صوت غ. فهذه الفقرة إن شاء الله سنرى صوت أت، ثم صوت أل، أت أل، كما في كلمة ينبال، ينبال، ينبال فامي، ينبال فامي. إذا نتكلم عن عائلة جميلة، فامي، فامي. هنا عندنا إي دوزيل أ وليس أ دوزيل أ، إذا ينبال فامي، عائلة جميلة، بال، بال، بال. في المؤنث نقول بال، في المذكر نقول بو، بو. مثلا نقول ان بو غاسون. اذا نتكلم عن الطفل الجميل، اون بيل فامي، اون بيل فامي. لا مير ابيل، لا مير ابيل، ابيل. سي لو فيرب ابلي، سي لو فيرب ابلي، هذا فعل نادى. نقول لشخص مثلا كومون تي تابيل، كومون تي تابيل، كيف تنادى؟ المقصود كيف تسمى؟ ما هو اسمك؟ كومون تي تابيل؟ إذا عندنا هنا لو فيرب أبلي، لا مير أبل، إذا الأم تنادي. ماذا تقول؟ أ طابل، تو لو موند، إلى المائدة، الكل. المقصود هنا تو لو موند أ طابل، المقصود هنا تو لو موند أ طابل، الكل. كما نقول هنا كل العالم، كما ذكرنا فيما سبق، هي عبارة تقال هكذا، المقصود بها كلكم أو الكل. أطابل، إلى المائدة، إذن كلكم أجيوا للمائدة. أطابل تو لو موند، أطابل تو لو موند، إذن إلى المائدة، كما نقول كلكم أو الكل. فواتي مينا، فواتي مينا، هل أنت ترى مينا؟ أون بوز لا كيستيون. فواتي مينا، فواتي مينا، هل أنت ترى مينا؟ فواتي مينا سيغ ليماج باغ إكزومبل، فوالا سي مينا. فواتي مينا، وي فوالا مينا، واسي مينا. فواتي لاسيات، فواتي لاسيات، إي لا سيرفييت دي غران بير. فواتي لاسيات، إي لا سيرفييت دي غران بير. هل أنت ترى صحن؟ طبعا عندنا لو فيغ فواغ، تو فوا، أنت ترى. فواتي، هل أنت ترى؟ لاسيات، لاسيات يعني الصحن، الصحن الذي نضع فيه الأكل يسمى لاسيات. إلا سيرفييت، ثم منديل، لاسيرفييت الفوطة تسمى لاسيرفييت. إلا سيرفييت دي غران بير، الخاصة بالجد، لو غران بير يعني الجد. إذا فواتي لاسيات إلا سيرفييت دي غران بير، vois-tu l'assiette et la serviette du grand-père? Vois-tu l'assiette et la serviette du grand-père? هل أنت ترى صحن؟ et la serviette وفوطة ومنديل du grand-père خاصة بالجد. Vois-tu Mina? Vois-tu l'assiette et la serviette du grand-père? À table grand-père. À table grand-père. إلى المائدة يا جدي. لا سوب اي دون لي زاسييت، إذن الحساء هي في الصحون، الحساء في الصحون. أ طابل غران بيغ، لا سوب اي دون لي زاسييت، لا سوب اي دون لي زاسييت، لي زاسييت، لا سوب اي دون لي زاسييت. أ طابل غران بيغ، la soupe est dans les assiettes. Une belle famille. Et Thomas elle. Une belle famille. La mère appelle, appelle. طبعا نتكلم على الverbe appeler. Le verbe appeler à l'infinitif. في الأصل ديالو عندما لا يصرف تكون عنده إل وحدة، ولكن مع الصرف مع إيل أو آل كما عندنا هنا مثلا
إذا تصبح عنده دوزيل كما عندنا هنا. La mère appelle à table tout le monde. Vois-tu Mina? Vois-tu Mina? Vois-tu l'assiette et la serviette du grand-père? À table, grand-père, la soupe est dans les assiettes. La soupe est dans les assiettes. Ensuite, nous prenons des mots avec « être ». Par exemple, la toilette. La toilette. La toilette. نتكلم عن المكان الخاص بالنظافة والتزيين أو نتكلم عن عملية التزيين نفسها كمشط الشعر أو مثلا غسل الوجه غسل الرأس حلق الوجه مثلا إلى غير ذلك. إذا هذه العملية أولا تسمى لا تواليت. ممكن نتكلم عن مكان الخاص بالنظافة إذا كما نقول المرحاض إذا نسمي أيضا لا تواليت. ثم عندنا لا فورشيت. لا فورشيت ولا C'est une fourchette. Ensuite, on a la serviette. La serviette. Les lunettes. Les lunettes. Les lunettes. Les lunettes. Ndadr. Identifiez-moi la photo. Ndadr. La cigarette. La cigarette. Cigara. Une omelette. Ou clamas noabel bait. Une omelette. Tu m'as dit non? أوديت أوديت طبعا هذه المؤنث ديال أودي أودي هي اسم شخص اسم شخص إذا طبعا في المؤنث نقول أوديت جوجيت لو تماما مثل لو فيرب أبلي لو فيرب جوتي تتكون عنده في الانفينيتيف تي وحدة ولكن مع جو مع إيل أو مع إل إلى غير ذلك تصبح عنده دوتي جوجيت أنا أرمي جوجيت أنا أرمي لو فيرب تيغي الذي رأينا فيما سبق إلى تيغي سيغ أن شامو إلى تيغي سيغ أن شامو إسكو سي فري أو فو بيان سور أون ديجا فو كو سيت فراز إي فوس لو بير دو روني أ تيغي سيغ أن وازو إدو لابان طبعا أبغوني أنه قذف كما نقول على طائر وعلى أرنبين. إذا نتكلم هنا على لو فيرب تيغي. هنا القذف هو بغرض الضرب أو الإصابة. هنا طبعا نتكلم عن لو فيرب جوتي. طبعا نتكلم عن رمي شيئين بغرض التخلص منه. أنك تتلوح شي حاجة. إذا نتكلم عن لو فيرب جوتي. جوجيت لو يعني أنا أرمي الماء. إذا أوديت جوجيت جوجيت لو. جوجيت لو انا ارمي الماء انا ارمي الماء ensuite on a des mots avec elle par exemple le sel le sel الملح le caramel le caramel اذا نتكلم عن ماده صلبه او لزجه نحصل عليها طبعا من خلال تسخين السكر حتى يصبح لونه بني le caramel تستعمل طبعا في المخابز وفي صناعة الحلويات. إذا نتكلم عن لو كاراميل. ثم عندنا ميشيل. 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 طبعا اسم شخص نفس الشيء هنا. غابرييل. غابرييل تماما كما كلمة أوديت. أو أودي في المذكر. لوسيال. لوسيال. إذا نتكلم عن السماء. لوجيل. لوجيل. طبعا لوجيل مقصود به. لا سوليديفيكاسيون دو لو اون غلاس اذا نتكلم عن تجميد الماء في ثلج على شكل ثلج باغ اكستونسيون كامتداد هذا المعنى اذا نتكلم على لا تومبيراتور اون دوسو دو زيرو دوغري سيلسيوس درجه الحراره التي تكون اقل من صفر اذا نسميها لوجيل لوجيل او كما قلنا بالمعنى الاول هي تجميد الماء حتى يصبح ثلج لا سوليديفيكاسيون دو لو اون غلاس ثم عندنا انسوت اون دي مو افيك ال بار اكزومبل لابيل 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 كما نقول البلغ لابيل لابيل اون ايشيل اون ايشيل فوالا سي اون ايشيل فوالا سي اون ايشيل اذا نتكلم عن السلم اون ايشيل
une échelle, une belle maison. Ici, on a une belle famille. Là, on a une belle maison. Là, on a une belle maison. Menzil Jamil. Ensuite, on a la ficelle. La ficelle. La ficelle. إذا نتكلم عن حبل، حبل يسمى لا فيسيل. إذا نعيد، لا تواليت، لا فورشيت، لا سيرفييت، لي لونيت، لا سيجاريت، اون اومليت، اون اومليت، اوديت، جورجيت لو، لو سيل، لو كراميل، ميشيل، غابرييل، لو سييل، لو سييل، لو جيل. Le gel, la pelle, une échelle, une belle maison, la ficelle. Ensuite, nous prenons ce paragraphe qui comprend un certain nombre de petites phrases. Ne jette pas le pain, ne jette pas le pain, ne jette pas le pain. D'abord, nous avons je jette l'eau. Nous avons dit que je jette l'eau. Nous avons dit عندنا نوجيت با لو بان لا ترمي الخبز نوجيت با لو بان نوجيت با لو بان لا ترمي الخبز مون غون بير ا كاسي سي لونيت مون غون بير ا كاسي سي لونيت جدي مون غون بير ا كاسي طبعا لو فيرب كاسي يعني فعل كسر ا كاسي ا كاسي اذا هو كسر طبعا لو فيرب كاسي اي كونجيغي او باسي كومبوزي افيك لوكسيليير افوار اذا فعل كسر مصرف في الباسي كومبوزي مع المساعد افوار مون غون بير ا كاسي سي لونيت اذا هو كسر نظاراته هو كسر النظارات ديالو غابرييل اي مونتي ا ليشيل غابرييل اي مونتي à l'échelle. Gabriel a monté à l'échelle. Et donc Gabriel, huwa sa'ada as-sullam. Tabaan kima tenchoufou le verbe monter, sarraf ma être. Li anna Gabriel, huwa l'itla. Moumkin anna Gabriel, yitla haja khura. Yitla shi haja fis-sullam. Hna ghanstamlo le verbe monter ma'a avoir. Et donc, على عكس هنا طبعا عندنا لو فيرب مونتي مصرف مع اتر لان غابرييل هو اللي طلع هو اللي صعد بنفسه اذا غابرييل اي مونتي ا ليشيل غابرييل اي مونتي ا ليشيل اذا غابرييل يصعد في السلم ثم عندنا لو سييل اي بلو لو سييل اي بلو لو سييل اي بلو السماء زرقاء السماء تكون زرقاء في الماضي نقول لو سييل ايتي بلو مثلا اذا السماء كانت زرقاء ولكن الان تنتكلم على البريزون اذا سنصرف اتر او بريزون لو سييل اي بلو il fait beau طبعا هاد il c'est un pronom impersonnel هذا ضمير غير شخصي ما تيعودش على شي شخص تيعود بالدرجه الاولى على الطقس اذا il fait beau هو يفعل جميل المقصود به بأن الجو جميل il fait beau j'ai reçu ce matin des nouvelles de mon oncle j'ai reçu ce matin des nouvelles j'ai reçu ce matin des nouvelles de mon oncle j'ai reçu طبعا جاي طبعا واضح بأن هذا c'est le verbe j'ai reçu واضح هذا بأنه le verbe avoir ولكن reçu هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل recevoir جا من بعد لو فيرب avoir اذا هنا تيولي عندنا لوكسيليير avoir واضح بان هاد لو فيرب avoir جا باش يساعدنا باش نصرفو لو فيرب recevoir او باسي كومبوزي اذا باش يساعدنا نصرفو هاد الفعل في لو باسي كومبوزي خاصنا اولا نحصلو على لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غوسوار هو هذا غوسي ثم لو فيرب افوار نصرفوه في لو بريزون لو بريزون اذا نقول جي تويا ايل انو زافون فوزافي ايلزون
نقول مثلا ils ont reçu، هم توصلوا. هنا عندنا j'ai reçu، انا توصلت. ce matin، هذا الصباح. des nouvelles يعني اخبار. طبعا نقول نوفيل يعني جديدة، ولكن نتكلم احيانا عن لي نوفيل نقصد بها الاخبار. اذا توصلت، انا توصلت هذا الصباح اخبارا، يعني انني توصلت باخبار دو مون اونكل، من عمي او من خالي. بحال غنقولوا انني جاتني اخبار هذا الصباح من عمي او من خالي. جي غوسي سو ماتان دي نوفيل دو مون اونكل. il va bien. اذا هو يسير جيدا كما راينا فيما سبق. il va bien، هو يسير جيدا، المقصود بان صحته تسير بشكل جيد. il va bien، هو يسير جيدا. ثم voici la fourchette، le couteau، les assiettes et la serviette. ها هي voici la fourchette، هاي الفرشيطه. voici la fourchette، le couteau، السكين، les assiettes، تغاسل او الصحون، et la serviette، والفوطه، المنديل الخاص مسح اليدين والوجه الى غير ذلك يسمى la serviette. Voici la fourchette, le couteau, les assiettes et la serviette. Michel a acheté un nouveau livre et une nouvelle règle. Michel a acheté un nouveau livre et une nouvelle règle. Et donc Michel a acheté. طبعاً عندنا le verbe acheter مصرف مع avoir. Et donc عندنا le passé composé الخاص بفعل acheter. Michel a acheté. Et donc Michel اشترى. ميشيل اشترى، اشترى ماذا؟ ميشيل اشتي ان نوفو ليفر، كتابا جديدا. طبعا نوفو جديد. اذا نتكلم عن كلمه مذكره، نصف هذا الشيء نقول عنه جديد، ان نوفو ليفر. ولكن في حاله المؤنث نتكلم هنا عن مسطره، اذا نقول اون نوفيل، لا نقول نوفو. نوفو خاصة بالمذكر، نقول هنا اون نوفيل. ثم جديدة غاغل، مسطرة، ومسطرة جديدة، اون نوفيل غاغل. إذا ميشيل اشترى كتاب جديد واشترى مسطرة جديدة. ميشيل أشتي أن نوفو ليفر اون نوفيل غاغل. ميشيل أشتي أن نوفو ليفر اون نوفيل غاغل. أوديت s'amuse sur le sable. Odette s'amuse sur le sable. إذن Odette، الطفلة Odette، الطفلة Odette s'amuse. عندنا لو فيرب s'amuser كما نلاحظ مصرف البريزون، مصرف الحاضر. Odette s'amuse. إذن Odette تتسلى sur le sable، فوق الرمال. هي كلمة مفردة مذكرة، ولكن في اللغة العربية نتكلم عن الرمال كلمة جمع. Odette s'amuse sur le sable. إذا Odette تتسلى، تتلعب أو تتسلى، sur le sable، فوق الرمال. Avec une pelle et un petit seau. Avec une pelle et un petit seau. إذا هي تتسلى فوق الرمال. Avec une pelle et un petit seau. تتلعب بالة وتتلعب بسطل. كما نقول دلو صغير. Odette s'amuse sur le sable avec une pelle et un petit seau. Une hirondelle a fait son nid sous le toit de notre maison. Sous le toit de notre maison. إذن une hirondelle، إذن نتكلم عن طائر السنونو. A fait son nid. كما نقول أنه فعل عشه. فعل عشه. المقصود هنا أنه صنع عشه سلطوة تحت سقف. تحت سقف ماذا؟ تحت سقف، سقف ماذا؟ دو نوتخ ميزون، تحت سقف منزلنا. تحت سقف منزلنا. نوتخ ميزون، منزلنا. إن إيغونديل أفي صوني سلطوة دو نوتخ ميزون. بونجور مادموزيل، يوم سعيد. كما نقول آنستي،
Je voudrais de la dentelle. Je voudrais de la dentelle. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. يوم سعيد أنستي. Je voudrais de la dentelle. أنا أريد من فضلك كما نقول de la dentelle. طبعا la dentelle هو نوع من الأتواب الرقيقة المفتوحة والمزركشة بشكل ما. إذا تسمى la dentelle. كملوا فيها أسنان على الجانب، نتكلم عن توب، كملوا أنه مسنن في جانبه، إذا نتكلم عن لا دونتيل، جو فودغي دو لا دونتيل، كما تنشوف بأن فيها كلمات لي دون، يعني أسنان، إذا نتكلم عن لا دون، نتكلم عن لا دون، إذا المقصود بها السن، جو فودغي دو لا دونتيل، أنا أريد توبا مزركشا، إذا جو فودغي دو لا دونتيل، طبعا عندنا هنا لو فيرب فولوار مصرف لو كونديسيونيل بريزون. طبعا غالبا من تنصرف لو فيغ فولوار في لو كونديسيونيل بريزون تستعمل في الغالب هذا الفعل بكثره في هذا الزمان لتلطيف الطلب، لتلطيف الطلب، انك تتلطف الطلب. كان ممكن يقول مثلا جو فو، انا اريد، اتكلم عن طلب فيه شيء من القوه، وانت تطلب شيئا، اذا سيفهم الكلام كانك تفرض نفسك في هذا الطلب. وحتى لا يفهم الكلام كذلك، إذا نستعمل لو كونديسيونيل بريزون، نستعمل لو فيرب فولوار أو كونديسيونيل بريزون. جو فودغي دو لا دونتيل. إذا كما قلنا، نو جيت با لو بان، مون غران بير أ كاسي سي لونيت، غابرييل إي مونتي أ ليشيل، لو سيال إي بلو، إل في بو، جي روسي سو ماتان دي نوفيل دو مون أونكل، إل فا بيان. Voici la fourchette, le couteau, les assiettes et la serviette. Michel a acheté un nouveau livre. Michel a acheté un nouveau livre et une nouvelle règle. Odette s'amuse sur le sable avec une pelle et un petit seau. Une hirondelle a fait son nid sous le toit de notre maison. Bonjour mademoiselle, je voudrais de la dentelle. Michel, voici ton assiette, ta fourchette et ta serviette. Michel, voici ton assiette, ta fourchette et ta serviette. Michel, ha huwa sahnuk, voici ton assiette. Ha huwa sahnuk, ha huwa sahn al khas bika, ha huwa tabsil dialek. Michel, voici ton assiette, ta fourchette, ha hiya al fourchette dialek, et ta serviette, et ta serviette, wa hiya al fourchette dialek. نستأنف في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى اللقاء قادم بإذن الله.